أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. وصلنا الآن إلى فقرة أحلام قريبة، نسعد كثير إنه في مساحتنا اليوم نتكلم عن الفن التشكيلي وتأثيره في حياتنا بشكل عام، والمؤتمر اللي أقيم خلال الأيام الفائتة عن العلاج بالفن التشكيلي. ده كان عنوان المؤتمر وكان فيه تفاصيل كثيرة جدا. أقامت هذا المؤتمر مؤسسة بسطاوي بغدادي للعلوم وللثقافة والفنون. نسعد كثير إنه انضم لنا داخل الأستوديو الأستاذ طلال البشير مضوي، المدير التنفيذي للمؤسسة. مرحبا وصباح الخير عليك أستاذ طلال. مرحبا بك وصباح النور عليك وصباح الخير على كل سودان مشاهدنا الآن. أهلا ومرحبا بك، سعيد جدا نكون معكم في الاستوديو إن شاء الله. نحن أكثر سعادة. مرحبا بك كثير أستاذ طلال، ومؤسسة للثقافة والفنون دي في حد ذاتها خدمة كبيرة جدا أكيد للإنسانية. مؤسسة بسطاوي بغدادي هي من المؤسسات المعروفة في مجالات الفنون، معروفة في الساحة السودانية بشكل عام، وعندها نشاط كبير جدا قامت به خلال السنوات السابقة، وأسهمت في نشر ثقافة الفن التشكيلي وأهميته. خلينا في البداية نعمل تعريف بمؤسسة بسطاوي بغدادي والمناشط اللي بتقوم بها. طيب، مؤسسة بسطاوي بغداد زي ما قلت انت هي مؤسسة مبنية على الفن والثقافة، لأنها مأخوذة أصلا من اسم الشخص اللي هي سمي عليه اللي هو البروف بسطاوي بغدادي. طبعا البروف هو أول عميد لكلية الفنون الجميلة بعد الإنجليز، يعني تقدر تقول هو سوداني دار الكلية بتاعت الفنون الجميلة. فهو يعني مجال الفن والتشكيل والرسم بدل الصبغة الأساسية شغالة بها المؤسسة. وهو كمان من أكثر السودانيين اللي عمل طوابع للبريد، طابع البريد يعني عنده أكبر ذخيرة من الطوابع، فالأسرة بتاعته والمغربين حبوا يخلدوا الذكرى بتاعته. ومن هنا جاءت الفكرة بتاعت المؤسسة تخليد لذكراه ومواصل المشوار اللي هو بدأه. المؤسسة بتهتم بكل ضروب الفن والثقافة، لكن طبعا مركزين أكثر على الفنون التشكيلية. صحيح، تمام. فهي متواصلة في المشوار ده ومواصلين فيه، ومعانا كثير من الفنانين ومعانا من الرواد الحاليين متواصلين بجول مؤسسة وبترى كمية كبيرة منهم. نعم، هل في أي جانب تاني بجانب الاهتمام بالثقافة والفنون بتهتم به والمؤسسة؟ أكيد طبعا، المؤسسة هي بتستخدم الفنون والثقافة في مجالات تانية. يعني هو الأساس بتاعنا الثقافة والفنون، يعني عندنا مثلا تعاملوا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الفن، عندها دورات تدريبية، عندها ورش، عند عدد من المناشط المبنية أساسا على الفنون والثقافة. نعم، هنالك جانب طوعي أيضا. أكيد طبعا، هي مؤسسة بسطاوي بغدادي للثقافة والفنون شقيقة لمؤسسة بسطاوي بغداد الطوعية. طبعا مؤسسة بسطاوي بغدادي للثقافة والفنون هي مسجلة تحت مظلة المركز القومي للثقافة والفنون. نعم. أو مؤسسة بسطاوي بغداد الطوعية تحت مظلة المفوضية العون الإنساني. فالاثنين هم بيقدوا في نفس الخدمة، خدمة المجتمع، إذا كان عن طريق الفن أو عن طريق العمل الخيري والطوعي. نعم، دائما كلنا عارفين انه من مهام المؤسسات والمنظمات هي تقديم الخدمات للمجتمع وتثقيف المجتمع وتطوير حتى المجتمع في جوانب مختلفه ومتعدده بما فيها الجوانب العلاجيه. اقامت المؤسسه خلال شهر ديسمبر مؤتمر كبير جدا ومحضور كان من عدد كبير جدا من الدول، مؤتمر للعلاج بالفن التشكيلي. ويمكن ثقة العلاج بالفن التشكيلي نفسها ما كل الدول هي بتستخدمها، ولكن مؤخرا أصبح العلاج بالفن التشكيلي وسيلة يعني وسيلة حديثة ووسيلة مجدية لعلاج كثير من الأمراض. يمكن نحن نعتقد أنه الأمراض اللي بتتعالج بالفن التشكيلي وبالفنون عامة هي المتعلقة بالأمراض الجانب النفسي الجانب الروحي، لكن أثبت العلم بأنه أمراض كثيرة جدا وأمراض عضوية كذلك تعالج عن طريق الفن التشكيلي. نتحدث عن قيام المؤتمر وفكرة قيام مؤتمر للعلاج بالفن التشكيلي في السودان. طيب، زي ما ذكرتي هو كان أول مؤتمر للعلاج بالفن التشكيلي في السودان. نعم، باعتبار أنه العلاج بالفن التشكيلي هاي جديدة علينا في السودان، يعني في دول غربية ودول عربية سبقتنا في المجال ده. فإحنا لازم نوصل نقول الرد بتاعنا في عهد الثورة الجديدة والتغير الحاصل فيها. فبدت الفكرة أنه نعمل مؤتمر نجمع عدد من الخبرات من الدول العربية والدول سبقتنا وعدد من الجامعات السودانية،
فكان المؤتمر يوم 11 و12 من الشهر ده. نعم. كان بمشاركة 14 دولة عربية وعدد كبير من الجامعات السودانية. أي جامعة قدمت ورقة في المجال بتاعها اللي هو عن طريق الفن كيف تتعامل معه وكيف تقدمه. بالطبع خلاصة للدول اللي سبقتنا، دول كانوا زوار من الكويت، فنانين تشكيليين من مصر العربية، من عدد من الدول، كلهم قدموا في المجال ده. فالفن التشكيلي زي ما قلت هو علاج. بمعنى شنو؟ في ناس عندهم صعوبة في التواصل مع المجتمع من حولهم. يعني في ناس يتدخل مع الدكتور مثلا ما يقدر يحكي من مشاكله، هو شنو بيعاني من شنو. طبعا في كمان بعض السودانيين عندهم عزة النفس، عندهم يعني ما بحب يتكلم. ايوه. فالواحد لما تديه ورقه وقلم يقول لي خرصم، يعني في الرسم ذاته في رسم موجه ورسم غير موجه. يعني زول تقول لي خرصم مثلا على اسرتك، فمن خلال رسمه انت بتعرف ان الزول ده مشكلته شنو في الاسره بتاعته. طبعا حاجه بيتم بيها تحليل لناس خبراء، يعني من خلال الرسمه بتاعته بقدر احدد ان الزول ده مشكلته شنو بالضبط كده وكيف طريقه العلاج اللي هي. فالرسم الحر برضه ممكن تقول لي خرصم، برضه من خلال رسمته بتعرف ان الزول ده عنده مشاكل بتلاقي فيها تحتها في الاتجاهات. فعنده خطوات مثلا، الخطوه الاولى زول ده متفائل، زول ده متشائم، زول أيوة. نعم تمام. لانه خلال خطوط الرسم يعني لانه الرسم ذاته بيجي من العقل اللاواعي، يعني زول بيكتب في حاجه وبرسم في حاجه هو ما قاصد اصلا. فلما نجوا الخبراء بيحللوه بيعرف انه زول ده مشكلته اللي ما قادر يعبر عنها هي شنو، اللي هي هو طلعها بطريقه غير مباشره عن طريق الرسم بتاعته او طريق التعبير عن طريق الورق. فدي كانت الخطوه الاولى، انك كيف تعرف ان الزول ده مشكلته شنو. الخطوه الثانيه تحلل رسمته، الخطوه الثالثه تدخل تليه النظام العلاج المناسب لمشكلته المعينه. نعم. اللي هو قدروا يحددوه من خلال رسمته. فدي الفكره الاساسيه اصلا من العلاج بالفن التشكيلي. طيب استاذ طلال، قلت انه هو المؤتمر الاول من نوعه في السودان، العلاج بالفن التشكيلي. كلمنا عن يعني طرح الموضوع نفسه على المؤسسات ذات الصله، جامعات وغيرها وغيرها، ومدى قابليتهم للتعاون معاكم في هذا المؤتمر ولحضورهم للمشاركة في المؤتمر. وأكيد هل كان في صعوبة للوصول اليوم؟ هل كان في صعوبة للاستجابة؟ لا بالعكس، هو بالتأكيد كان في زي نقوله ناس يتحفزت جدا للحاجة دي، بيعتبر انه حاجة جديدة وبتضيف لهم كثير. صحيح. خاصة الجامعات اللي بتهتم بالشغل حاجة جديدة ومواكبة عالميا. أيوة، حصل الوحدات النفسية في الجامعات، فهي أسلوب جديد للعلاج. فحتى بالمناسبة في جامعات كثيرة قدمت أوراق، جامعة أفريقيا العالمية مثلا. نعم. جامعة الأحفاد، جامعة المستقبل، حتى في جامعات جاتنا من برا الخرطوم، كسلا، النيل الأزرق. أيوة. فكان إقبال بصراحة مشرف جدا، و لأنه بيهدف زي ما قلت لك كله لخدمة المجتمع. فالجامعة دي اللي بتخرج أجيال، فلازم يكون عنده فكرة جديدة يواكب التطور الحاصل عن طريق العلاج. يعني كل مره الناس بتكتشف حاجه جديده، فلازم يكونوا مواكبين للحاجه دي. النتائج لهذا المؤتمر كانت في دبلومه منحت للملتحقين بالمركز، كانت على مدى 5 أيام تقريبا متواصله. أيوة. نتكلم عن دبلومه وما تم يعني تدريسه. تمام. هي الدبلومه تمت خلال 5 أيام، يعني 50 ساعة تقريبا. نعم. أو أكثر طبعا. أنا ما فقدم دكتور الجندي ودكتور من مصر الشقيقة، فزول ما شاء الله يعني قدم زي ما نقول خبرة كبيرة جدا، وقدم مادة مفيدة جدا للدارسين السودانيين. فكان بصراحة إقبال كثير جدا من السودانيين. يعني هي استهدفت الناس أو الأساتذة في مختلف المراحل التعليمية، إذا كان ناس رياض الأطفال، مدارس ثانوي، أساتذة في الجامعين، يعني أي زول بيهتم بالشريحة دي، شريحة المعاقين، هو كان جزء من الدبلومه دي. فالماده تقدمت عليهم في طريقه ظريفه وسلسه، يعني كان فيها جزء نظري انه كيف تقدر تحلل الرسومات، انك كيف تفهم الرسومات، وكان فيها طريقه عملي، يعني الجزء العملي الناس مشت مارس الشغل في بعض المراكز. يعني قعدت مع بعض الاطفال اللي عندهم الاحتياجات الخاصه وقدروا يحللوا رسوماتهم. فيعني انا حسب وجهه نظري انه كانت الدبلومه ناجحه 100%، والناس ان شاء الله قدرت تستفيد منها، وهي بالمناسبه ما حتكون الاخيره، هي الاولى لكن ان شاء الله ما حتكون الاخيره. ان شاء الله. المؤسسه حاليا عندها فكره انها تواصل في البرنامج حتى تنشر الفكره باكبر قدر ممكن في السودان وتفيد الناس ان شاء الله. ما يترتب عليه وان شاء الله في مقبل السنوات من خلال هذه الاطروحات وهذه المؤتمرات اللي بتقيمها يعني المؤسسه، ما يترتب عليه وما ننتظره نحن كسودانيين يعني في الفتره الجايه في مجالات العلاج بالفن التشكيلي؟ والله ان شاء الله المؤسسه حاليا بدات خطوات. هي طبعا مع الدبلومه كان في ورش مصاحبه وفي دورات، يعني الناس اخذت دورات في العلاج. هي الدبلومه طبعا كانت بعنوان العلاج في الفن التشكيلي. نعم. وكان أخذت معه ورشات في التخاطب صعوبة الكلام. نعم. وكانت ورشة ثانية في العلاج الوظيفي التكامل الحسي. نعم. وأخذت دورات كمان إضافية في رسم الخرائط الذهنية.
وفي تقليل الضغوط النفسيه وفي كيف تحلي رسومات الاطفال. فبدت زي ما بيقولوا في المركز في الخرطوم. نعم. مع انه جانا ضيوف من الولايات، لكن ان شاء الله الخطوه الجايه هنا حنمشي للولايات ان شاء الله، يعني المراكز ذوي الاحتياجات الخاصه وغيره. فان شاء الله الخطوه الجايه حنوصل كل السودان كل ولاياته كل محلياته على اساس نقدر نفيد اكبر عدد ممكن باذن الله. اهميه وجود الفن التشكيلي في المدارس وادراجه في المناهج الدراسيه مهم جدا، انه يكون في كل مدرسه معلم يكون عنده خلفيه عن الفن التشكيلي، حتى ولو لم يكن هو فنان او ما دارس، لكن المفروض انه يكون عنده خلفيه. اهميته وجوده في التعليم في مراحل الاساس والتعليم قبل المدرسي. هو بالمناسبة الفن من وجهة نظرك أنت كفنان، يعني كده عندك ميول فنية؟ عندي ميول فنية قبل طبعا. طيب. طبعا هو الفن التشكيلي ده يعني موجود في حياة أي شخص، يعني زول بقوم من طفل صغير بيعرف الحاجة، بيختلف عن يعني تشكيل الحاجة، هو بخليه يفرز دي شنو ودي شنو من شكلها، فده هو فن تشكيلي. يعني شكل الحاجة بترسخ في الزول، لون النار نوع كده، فالألوان ذاتها عندنا انعكاسات. فأي شخص طبيعيا كده بيكون مهتم بالحاجات الفنيه دي. هسه مثلا الديكور اللي معانا ده في الاستوديو ده شغل فني، يعني مثلا جميل. عندنا ماشي العربيه شكلها كده دي، فبجد لازم انه يكون في حصص بتاعت فن تشكيلي في المدارس. يعني انا اضرب لك مثلا عن شخصانة، احنا نطلع من الصباح الحصه الاولى الاخيره ما في فن تشكيلي، درايه قرايه قرايه، فالموضوع ده بالنسبه لي ممل. لكن اذا يكون عندي حصه بتاعت فنون فاكيد زول بيجدد عقله بنشاطه، فبرجع تاني يكون شنو عنده قابليه يستوعب اكثر. فالناس يا ريت تدخل الفنون، وحتى بيساعد لي بيكون في حلقه وصل ما بين التلميذ وما بين المعلم. المعلم أكيد بيكون فاهم انه الطالب ده عنده مشكله في حاجه معينه، لما صح. كل الطلبه يرسموا بيعرف انه ده عنده مشكله في حاجه معينه، سواء كان في اسرته في نفسيته هو في ماده معينه من معلم معين، فبتساعد في فهم المعلم بالتلاميذ، يعني بيفهموا بعض. وغير كده هي بتساعد ذاته في الدراسه. يعني خلينا نتذكر من الورش التحصيل الدراسي، ايوه خلينا نتذكر من الورش اللي احنا درسناها اللي هي في الخرائط الذهنيه. يعني الدكتور ضرب مثل انه في الماده بتاعت اللغه العربيه مثلا، ده ممكن اذا الطالب ما قادر يفهم الماده العربيه ممكن يرسمها شكل خرائط، شكل رسومات يعني مثلا يكتب لي الماده كده لغه عربيه، بعد ذلك من تفرع كده النحو، فرع ثاني البلاغه وهكذا. فحتى هو ما قدر يستحضر فيقوم بتذكر الشكل اللي رسم بيه الحاجه دي، فمن خلال التصور بتاعه للصوره فبيقدر انه شنو يستوعب الماده دي ويعرف انه كيف يتابعها وكيف يجيب فيها حاجه كويسه. نحن استاذ صلال كمجتمع سوداني خلينا نقول بصراحه بعيدين شويه من جوانب الفنون دي، ما ندر يعني نلقى الفئه المثقفه، الناس اللي بيهتموا بتعليم ابنائهم الفنون، بانه يراغبوا ابنائهم منو اللي بيرسم ومنو اللي ما بيرسم. فغابليه العلاج بالفن التشكيلي قد نجد فيها صعوبه في توصيلها حتى للطبيب نفسه اللي نحن عايزينه يتعلم طريقه التخاطب عن طريق الفن او العلاج عن طريق الفن. فالمؤسسة خطواتها شنو في إنها تنشر فهم العلاج بالفن التشكيلي عشان كل شرائح المجتمع تكون مستوعبة أهميته؟ طبعا المؤسسة بدأت زي ما قلت لك بداية قوية جدا بالمؤتمر الدولي اللي هي استخلصت زي ما بيقولوا الخبرات من الدول المجاورة. كالخطوة الأولى احنا بعد ذلك الحمد لله المؤتمر بتاعنا طلع بتوصيات قوية جدا. نعم. وبتفيد المجتمع، يعني كان من أول التوصيات إنها عملت أول مركز للعلاج بالفن التشكيلي. جميل. في السودان في الخرطوم اللي هو في الرياض. نعم. يلا من هنا حتبدا بعد ذاك انك كيف توصل الفكره اللي حولك. ان شاء الله حيكون عندنا دورات تدريبيه في الجامعات مستمره اي باذن الله داخل الخرطوم وخارج الخرطوم، يعني الناس خطوه خطوه ان شاء الله بتحاول توصل الفكره لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بيقدروا يستفيدوا منها ويفيدوا منها ان شاء الله. الاستهداف المجتمع برضه بيتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام. صح. هل يعني من خلال صفحاتكم صفحه المؤسسه عبر مواقع السوشيال ميديا هل برضه يعني بتعملوا على نشر ثقافه العلاج بالفن التشكيلي؟ اكيد، وكمان زي ما قلت انت معظم الشباب حاليا الواحد بيكون شايل تليفونه و24 ساعة قاشي بالفيس. لماذا بدينا قلت المشاكل ذات في المواصلات؟ يعني بدل ما مركز كده في التليفون فالناس بجد زي ما بيقولوا 24 ساعه مركزه وين؟ في شاشه التليفون. فهي السوشيال ميديا هي زي ما بيقولوا حتكون البوابه الاكبر بنخش بها ان شاء الله لمجتمع الشباب وللمجتمع السوداني. فاكيد حاليا صفحتنا ان شاء الله فيها كل جديد بينزل عن العلاج وعن المحور ده وكل محاور بتاع الفن التشكيلي ان شاء الله. ان شاء الله. في داخل المؤسسه في قسم خاص بالاطفال. نتكلم عن اهتمام المؤسسه بشريحه الاطفال. طيب
المؤسسة هي زي ما بيقولوا الزوار أكتر أو الناس الرواد أكتر المؤسسة هم شريحة الأطفال. يعني إحنا حاليا عندنا يوم سبت، يوم السبت من كل أسبوع يوم سبت يوم الأطفال من الصباح لحد المساء. عندنا ورش بتاع رسم، ورش تدريبية، عندنا شغل بتاع خزف طبعا بقوم عليها معانا الفنان الكبير من هنا برسل التحية بكري، هو مشهور ببكري الفل، هو فنان تشكيل عالمي، فهو مشرف على الأطفال. يعني كل دروب الفن من ناحية من رسم من تشكيل، حتى عندنا موسيقى كمان كورسات في الموسيقى. فالأطفال لو قولهم أجمل حاجة، فالناس لازم تقوم توفر لهم مساحة كبيرة جدا. الأطفال يعني الواحد لما يكون عنده بذرة بتاعت فنون في جواه والأسرة تساعده في إنه تطلع يعني الحاجة دي وتنميها، أكيد في مستقبل، يعني مستقبل بيكون زاهر بالنسبة له وفي تحصيله الأكاديمي وفي مجال الفن اللي هو بيحبه. صح. المؤسسة وطالما عندها مناشط مهتمة بالأطفال أكيد يعني عندها يعني جوانب تانية كثيرة جدا اهتمت بها خلال العام 2019، وإحنا بتفصلنا أيام يعني عن نهاية العام جديد. كلمنا عن المناشط وشنو كان حصل بالإضافة للمؤتمر ده خلال هذا العام. طيب المؤسسة هي زي ما نقول في الفترة فاتت عندنا مناشط كثيرة جدا. يعني خاصة مناشط صاحبة الثورة السودانية، ثورة الشباب، ثورة جيل الوعي، يعني كان عندها دور في اعتصام القيادة العامة. كان مثلا عملت أكبر جدارية لرسومة الأطفال. يعني دي بعنوان الوطن في عيون الأطفال، كان جو كل شرائح المجتمع رسمت فيها، من المشردين، من اللاجئين، من أطفال زي ما بيقولوا الطبقة الوسطى، يعني أي طفل جنب أسرته جنب القيادة فهو خط بصمته رسم. فرسوماتهم حتى كانت بتناسب المناسبة اللي احنا فيها، فالبرسم علم السودان القديم، البرسم علم السودان الجديد، البرسم حمامة السلام، البرسم الجنوب، البرسم خريطة السودان. فهي كانت جدارية بتمثل أن السودان بعينه في نظرته أن الوطن شكله حيكون كيف. فدي كانت من الحاجات اللي لفتت انتباهنا شخصيا. يعني أطفال في القيادة كلهم خطوا بصمتهم في الجدارية دي. تاني كانت في مشاركات في اليوم العالمي للسلام في الساحة الخضراء، برضو الناس احتفلت بالسلام بمناشطة باليوم العالمي للبيئة. كمان كانت عندنا ورش طبعا دي مستمرة للأطفال وخاصة اللاجئين. عندنا كانت دورات تدريبية كمان في مجالات مختلفة. فالعام زي ما نقول السابق كان حافل جدا بالمناشط، مع انه صاحبته فتره بتاع التوقف اللي هي فتره المظاهرات والمسيرات. فهي كانت فتره بتاع الجمود، لكن برضه الناس اشتغلت بعد ذاك وقدمت حاجه كثيره جدا وكانت المسيره هتستمر. وزي ما قلت استاذ طلال فعلا في من خلال الثوره السودانيه كان الفن التشكيلي حاضر والرسومات كانت حاضره في كل الجداريات. صح. وهي ما زالت حتى اليوم بتذكرنا يعني بالشهداء، بتذكرنا بايام الثوره، وكثير من الفنانين يمكن برزت موهبتهم يعني خلال ايام الثوره. صحيح. وايام الاعتصام. التوصيات المؤتمر كانت النقاط يعني ابرز النقاط او الموجهات اللي طلع بها المؤتمر في خلاصه. طيب هو المؤتمر طبعا كان في عدد من الجامعات السودانيه مشاركه. اي جامعه احتمال تكون قدمت بورقه بجزء بخصها. فمن اهم المخرجات اللي هو انشاء اول مركز للعلاج بالفن التشكيلي في السودان. والحمد لله الناس بعد مؤتمر طوالي بدت في تنفيذ المخرجات، والليل مركزنا الحمد لله بقى شغال وجاهز، ممكن نستقبل كل السودانيين. يعني اذا كان هو محتاج للعلاج او هو محتاج يعرف الفكره او محتاج يساعد، فهي البدايات بتاعت تنفيذ المخرجات بدت حاليا الحمد لله. مركز بقى جاهز، وفي غير كثير من التوصيات ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في دول شاركت معاكم في المؤتمر؟ اكيد. شنو من الخبرات اللي انتم حابين تنقلوها من دول شقيقه او دول صديقه يعني للسودان؟ والله يا طبعا هم معظم المحاضرين كانوا قدموا اوراقهم من برا السودان. في كان جمهوريه مصر العربيه. نعم. مشاركه بثلاثه دكاتره، في فنانين تشكيليين من الكويت، في السعوديه. وفي عدد من الدول كانت حضور معانا. فالناس زي ما يقولوا تلاحق بتاع افكار. يعني احنا كسودانيين وهم كعرب وكافارقه. نعم. الناس بدات تفكر في انها تعمل جمعيه معينه او منظمه مشتركه. ناس تقعد مع بعض، فكره من دول فكره من الناس بتصل ان شاء الله لفكره كبيره تقوم تخدم كل شرائح المجتمع. أيوة. إن شاء الله. وإن شاء الله تقام هذه الفكرة وهذه المؤسسة، هي نبعت من داخل السودان ومن خلال هذا المؤتمر إن شاء الله تقام يعني هذه التلاحمية ما بين الإخوة ما بين الدول العربية هنا عندنا في السودان. بإذن الله. من أتمنى إنه المؤسسة هي تتبنى هذه الفكرة مستقبلا وإنشاءها قريبا
ان شاء الله هي فعلا المؤسسه بدات تبنتها وبدات في تنفيذها كمان ان شاء الله. الله باذن الله تعالى. الاطباء خاصه في مجالات التخصص الطب النفسي هل كانوا حضور ايضا في هذا المؤتمر؟ ايه الحمد لله كان حضور كبير جدا ومشرف. يعني حتى قلت لك احنا الوحدات النفسيه من الجامعات كانت جات وقدمت اوراقها وبدت يعني في هم محتاجين للحاجه دي. فكان في مشاركه كثيره جدا من الاساتذه والدكاتره بتاع الجامعات والطلاب كمان. فاكيد الناس طلعت بحاجه مفيده بالنسبه لهم نقدر نطبقوها في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن مقترحات يعني ورؤى مستقبليه بالنسبه لمؤسسه بسطاوي بغداد خلال العام 2020، والان انتم بتحضروا في شنو كده في المركز؟ طيب 2020 ان شاء الله حيكون عام مليء بالافراح، ونتمنى الناس طبعا مبشريات من الاخبار سمعتها انه في تعديل في الميزانيه وان شاء الله البلد حتمشي لافضل. طبعا احنا تعديل شهر ابريل ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى انه بلدنا تزدهر اكثر ان شاء الله. طبعا احنا على راس المؤسسه بتاعتنا الدكتور محمد حامد، هو زي ما بيقولوا دكتور في الاستراتيجيات. ان شاء الله الناس قاعدين يضعوا في خطه استراتيجيه للسنه كامله السنه الجايه، فاكيد انا متاكد ان خطتهم طبعا حتشمل كل جوانب الثقافه والفنون والجوانب الانمائيه واللي بتخص الاسر الفقيره. يعني طبعا احنا قلت احنا بين منظمه طوعيه ومؤسسه ثقافه وفنون. فاكيد ان شاء الله احنا طبعا الخطه لحد الان انا ما وطي، لكن هي شغالين فيها ان شاء الله وحترى النور قريب يعني ده. حنشوف مؤتمرات ومشروعات كبيره جدا مماثله للمؤتمر اللي شفناه خلال الايام السابقه بإذن الله. كمان تكون أفضل بإذن الله. إنه طبعا الناس هتمشي تتطور وتتطور وتقدم الناس تمشي لي أفضل أكيد. هل يعني المؤسسة بتعتمد على أي شراكات مع جهات بتهتم بالفنون عندنا في السودان؟ طبعاً. مثلا عندنا مركز راشد دياب أو كلية السودان، جامعة السودان، كلية الدراما والموسيقى. وهل يعني في كليات كثيرة جدا مهتمة بالفنون في الجامعات السودانية، هل المؤسسة عندها أي شراكات مع الجوانب دي؟ هي المؤسسة بدأت بشراكات أصلا، يعني هي زي ما بقدر مش منفرد فرد في الحياة. صحيح. فهي كانت بدايتها وشراكتها مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، هي كانت الشراكة الأولى اللي بدأت بها نشاطها. وحاليا المؤسسة في زي ما قلت 2020 بتبدأ في إجراءات تسجيل كلية بسطاوي بغدادي الفنون الجميلة كلية؟ كلية عادية جميل والله. في الفترة الجاية الناس إن شاء الله بتشهد على أرض الواقع. وعندها شراكات وعندها مؤتمرات بتتعقد، عندها معارض تشكيلية كل مرة تقام في دار مختلف في مركز مختلف بتعكس الشغل التشكيلي والشغل الجمالي لبعض الفنانين. عندها معارض مستمر ان شاء الله الواحد يقدم لكم دعوه كده تجوا تحضروا معنا معرض في الايام الجايه باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. اقامه المعارض للفنانين التشكيليين هي يعني دائما المساحه والبوابه اللي بتوري الفنان للعالم، بتوري فنه، وكل الناس بيجوا اكيد حتى لو كان عبر وسائل الاعلام عبر التلفزيون، الناس بتشاهد درس من الفنان فلان او دي مشاركه من الفنان فلان الفلاني. اقامه المعارض راتبة في المؤسسة ولا هي مرتبطة بالمؤتمرات فقط والمناشط الكبيرة؟ هي تقدر تقولي راتبة تمام، وغير كده مرتبطة كمان بالفعاليات. يعني كان في آخر برنامج هو اليوم العالمي للبريد، احنا كان مصاحبيننا معرض كبير جدا جميل فيه. يعني بالمناسبة دي ذكرتيه انه معانا احنا طبعا كنا عاملين مسابقة لرسم أول طابع سوداني لطفل، فاحنا عملت مسابقه رسموا طفل. ايوه احنا عملنا مسابقه كبيره جدا يعني شاركت فيها كل، احنا قدمنا دعوه لكل مدارس الخرطوم اساس وثانوي، فاي مدرسه جابت عدد من الاطفال الموهوبين فاي زول بيقدر يرسم عن فكرته عن السودان شكله حيكون كيف. طبعا دي الاطفال باعتبار تطلع طوابع تاعت بريد تعبير هم يعبروا. ايوه اي زول طبعا دي حريه التعبير صحيح يا جماعه السودان تقدر تشوفوا كيف ارسم لنا الحاجه دي. فطلعت عدد كبير جدا من الرسومات وشاركوا فيها عدد وشاركوا كبير فيها. يعني احنا كان في الاول المفروض يكون عندنا فائز واحد طالع واحد، فالناس اندهشت بروعه الرسومات اللي انعملت والتصاميم الجات. فالحمد لله الناس طلعت انه هيعملوا 10 طوابع ان شاء الله ل10 اطفال فائزين. فدي كان من المعرض انه الناس طلعت رسومات الاطفال دي وتشكيلاته. ثاني كان في اليوم العالمي للسلام برضه ناس شاركت بمعرض برضه جميل جدا. واخر برنامج المؤتمر الدولي كان فيه معرض تشكيلي كبير جدا من السودان من خارج السودان، حتى في فنان كويتي كان مشارك بمعرض معنا في السودان. طبعا هو المؤتمر استضافته وزاره التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار انه عندنا شركاء اكاديميين اللي هي الجامعات السودانيه. يعني اي جامعه كانت قدمت فكرتها وورقتها، فكان
مظلة التعليم العالي هي المظلة الأنسب للجامعات دي كلها. وأكيد فيه تحفيز كبير جدا للأطفال المشاركة والمساهمة في الرسومات، وبعد ذاك انتشار الفن التشكيلي بيكون على نطاق واسع جدا، يعني كل الأسر أكيد حيعرفوا عبر المؤسسة أهمية الفن التشكيلي في حياتنا، المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام. نحن بنحييك أستاذ طلال البشير مضوي المدير التنفيذي لمؤسسة بسطاوي بغدادي للثقافة والفنون، شكرا جزيلا وربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا، والواحد كان سعيد جدا بالسانحه دي، واتمنى يكون كان خفيف الظل على تسلم كثير. الله يديك العافيه استاذ طلال. طيبه لحياه طيبه.